حمه ولا غير حمه عاوز يلبس يلبس. هو اهم حاجه يبقى عارف ان هو بيقلد شعبان عبد الرحيم، ما يفكرش ان هو يعني اخترع اختراع. هو اخترع موضوع المهرجانات، انا مقتنع ان هم حريفه فيه في المهرجانات، لكن احنا حريفه في اللبس اللي هم بيلبسوه ويقلدونا فيه. هم كده يبقوا عارفين ان هم بيقلدونا. انت عارف هو لو حمو راح مثلا عنده واحد اسمه اشرف بصله ولا محمد ما عرفش ايه ولا لا، ده هو خد اشرف فجله اللي بيفصل لابويا، قال له تعالى انا عايز اعمل زي ولاد عم شعبان، البس زي ولاد عم شعبان، عايز البس زي خميس وزي عصام وزي الحاج شعبان، فعمل له هدوم زي بتاعتنا. وانا مش زعلان، ما هو محمد رمضان بيقلد ابويا وميسي بيقلد ابويا، فعادي ما بفكرش في حمو خالص ولا غير حمو. انت ايه رايك في الاسامي بتاعت حمو وشاكوش وموز؟ هي اوحش حاجه بس هي اساميهم مضايقاني، يعني اساميهم يعني حمو بيكا وكزبره وشمبره وحنجره وحاجات غريبه كده، يعني اسامي انا نفسي ومن عيني الناس اللي بتسمي يعني واحد ما يقبلش على نفسه انه واحد يقول له خد يا كزبره، يعني تخيل انت خد يا كزبره خد يا حنجره، يعني دي اسامي بني ادمين. طب انا امال فين احمد وفين محمد وايه حماده وايه الاسامي فين بتاع الرجاله؟ اسامي الناس الرجاله والجدعان، لكن انت ازاي تبقى عندك يعني تخيل انت ممكن انت تخلف ولد اول ما يجي تسميه فجل مثلا فجله، او تسميه شبت او بقدونس، ما خلاص امال الحاجات امال انت هتاكل ايه لما تسميه كزبره؟ لا مش متضايق من حمو بيكا انه يقلد ابويا ولا يقلدني. الواحد يفرح ان اي حد بيقلده واحنا بنعمل حاجه غلط، ده بيحمو بيكا او غيره لو لبس زيي انا ببقى فرحان ان الناس بتدور عليا وتشوفني بعمل ده شرف لاي حد ان الناس تقلده. يعني النجم عمرو دياب لما بيسرح تسريحه شباب مصر كله بيعمل زيه، فانا ببقى سعيد ان حمو بيكا يعمل بدله زي بتاعتي او جزمه زي بتاعتي او الكلام ده.